وخليني بقى اروح يعني اربط كلامك او الكلام انت كنت بتقوله دلوقتي بالخبر اللي معايا بعد كده، لان احنا برضو بنتكلم عن فئه اخرى من الفئات اللي في المجتمع اللي محتاجه اهتمام كبير، واللي يمكن اخذت مؤخرا اهتمام برضو كبير، لكن هي ما زالت برضو في حاجه لاهتمام كبير جدا، وهم ذوي الهمم وقصار القامه تحديدا. احنا استضفناهم كتير. أيوة. بس نورونا. ناس جميله والله العظيم، ناس جميله جدا، وحضروا معانا في البرنامج وشفنا قد ايه عندهم مواهب رياضيه، وفي منهم ابطال كتير جدا في مختلف الالعاب، وقدروا ان هم يعني يحصلوا على ميداليات ويرفعوا اسم مصر، ولهم كل الدعم بصراحه بيستحقوه والاشاده، ده لازم نقوله. هنروح نشوف هذا التقرير لكره القدم، ويعني لفريقين كره قدم وديه، وبينهم طبعا لقصار القامه تحديدا مع منتخبي هنا القاهرة والإسكندرية. خلينا نتابع ونرجع مع حضراتكم، يعني نعلق كده على هذه المشاهد اللي هتكون أكثر من رائعة. تفضل. هنخلي الالعاب تلعب، الاقزام تلعب كل الالعاب في كل المحافظات وتحت رعايه وزاره الشباب والرياضه وفي البرلمانيه ان شاء الله، واحنا استعدنا ليها من حوالي شهرين ثلاثه، وطبعا ان شاء الله باذن الله ده هيبقى على ضوء ان هنعمل حاجه اسمها الاتحاد المصري لرياضات الاقزام باذن الله في المستقبل. يعني فئه الاقزام اساسا كانت فئه مهمشه، ليس لها تصنيف زي والحاجات الخاصه هو المعاقين، فدخل الماده 81 من الدستور شملت الجميع. الاقزام دلوقتي كانوا فئه مش غير مهمشه زيهم اي حد، ياخدوا 5%. فبدانا بقى نشوف هم عايزين ايه ونظهرهم للمجتمع. اول حاجه عملناها تحت قياده الاستاذ عصام الشحات رئيس الجمعيه فريق منتخب اسكندريه والقاهره ودمياط، او في الماتش الاولاني هم اللي كسبوا، واحنا متعودين دايما نلعب، والموضوع ده بيتكرر كل فتره كده، وما كذا مره هم جم عندنا اسكندريه بيلعبوا عندنا في كذا نادي، واحنا المره دي هم مستضيفينا وبيبقى يوم جميل، والحمد لله يعني كلنا فريق واحد اسره مع بعضين. هو الحدث ده مش اول مره، احنا بقى لنا سنين بنتدرب، ويعني وحلمنا بمعنى اصح يبقى في دوري وكاس، ونشدنا اللجنه البرلمبيه، وان شاء الله قريب هتعمل لجنه خاصه بينا بالاقزام، هيكون فيها جميع الالعاب، وهتكون فيها مسابقات لجميع الالعاب كمان لقصار القامه فقط، نفصلهم عن باقي عن الاعاقه الحركي، زي يوم زي الصم، زي يوم زي الذهني، يبقى لينا احنا اتحاد لينا احنا او لجنه لينا احنا برياضاتنا احنا. اي بيت عنده طفل فيه حاجه ناقصه بيبقى ماساه، ويبقى الام والاب يعني معاه، بس بنقول للناس دي اوعى تهتم، انت نفسيتك قويه وانت ذا الهمم، احنا بنكلمك بنقول عليك ذات همم، يعني حاجه كبيره. انا اعتبر واحد من قصار القامه، ما كان الموضوع ده اداني جمال او اداني شهره، خلاني بقيت طفله معجزه احمد فرحات، وخلاني اتباهى بنفسي. الحمد لله، يعني كل الفضل يرجع لربنا اولا، واحنا اللي كسبنا المباراه الاولى، المباراه الثانيه لحد دلوقتي احنا برضو اللي كسبين الحمد لله. يعني احنا الحمد لله عندنا مهاره وعندنا لعيبه، وقادرين على اي مواجهه بين اي منتخب في مصر كلها نقدر نواجهه ونكسب ان شاء الله. الحمد لله وفزنا على اول مباراه على منتخب اسكندريه، المباراه الثانيه ما زالت فيها قمه واثاره، برضو لحد الان متعادلين برضو، بس ان شاء الله برضو المكسب لينا باذن الله. كنت بقى بلعب مع اصحابي كده كلهم بقى، وكنا احنا في سن لسه صغير، كله كان بيبقى قد بقى، هم كبروا وانا بقيت الملعب معاهم بقى، سموني بقى الواد ده عالمي وبيعرف يلعب كوره ومش عارف ايه كده، بس جت من الاسم ده من العالمي. اولا حضرتك احنا يعني اول فرقه في الشرق الاوسط والشرق وفي الدول العربيه اللي اسسنا فريق لقصار القامه، الكلام ده سنه 2016، يعني من 6 سنين، الدول العربيه دي بدات بعدينا. فالحمد لله كنت انا ليا الشرف ان انا اسست الفرقه بعد ما جبنا اللعيبه من على القهاوي والكلام ده كله، وبدانا نتمرن الكلام ده كله. فعلا الموضوع ان احنا بنصرف بالجهود الذاتيه، منتظرين ان اتحاد رياضات الاقزام يتشهر، مستنيين ان اللجنه البرلمبيه يعملوا لنا دوري لقصار القامه في جميع الانديه. طب هم وعدونا اخيرا الحمد لله وعدونا بالكلام ده كله. انا بعمل لهم كل حاجه لان انا بعتبرهم اولادي، يعني قبل اي حاجه انا بعتبرهم اولادي واخواتي الصغيرين، ما فيش اي مشكله، يعني انا مش متضايقه حاجه زي كده، ببقى فرحانه جدا بكده.
اللي شفناه ده شيء جميل وراقي ومحترم جدا، والحقيقه يعني ده مش تفضل، ده اقل واجب تجاههم، ودي ابسط حقوقهم. وبالمناسبه مش لازم بس الكيانات الرياضيه او المنابر الثقافيه او ايا كان هي اللي تتعامل، احنا كمان كاشخاص كافراد في المجتمع كل واحد فينا لازم لو في ايده يدعم باي شكل من الاشكال، ما ينفعش ان هو يتاخر عن هذا الامر. انا بتفق معاك جدا يا كريم بصراحه. وهنرجع نقول تاني ما فيش اعاقه غير في فكره ان انت تقنع نفسك ان انت مش كفايه، او تقنع نفسك ان انت ما تقدرش، هي دي الاعاقه الوحيده. مهما كانت عندك مشكله جسديه، مهما كان عندك اي شيء، كون ان انت عندك المايند سيت ان انا ما اقدرش اعمل حاجه خلاص مش هتعمل. لكن لو عندك مهما كنت بتمر من ازمات او ابتلاءات زي ما بيتقال، لو انت مقتنع انك تقدر توصل يا كريم هتوصل. انا مؤمنه بده جدا، لان انا شفت نماذج كتيره، وده اللي احنا حتى سمعناه من ضيوفنا لما كانوا بيجوا عندنا، طبعا كلام يعني مش هقول اعاقات مختلفه، ولكن يعني بتحديات مختلفه كنا بنسمع منهم قد ايه الرحله كانت من واحد يعني ما عندوش ثقه في نفسه تماما، لواحد بعد كده بالتدريج وبالثقه اللي بيكتسبها وبالنجاحات اللي بيحققها، ان هو بقى شايف نفسه حد ما عندوش اي مشكله، وهو ده الصح. فان شاء الله قريب هيجوا معانا على فكره برضو، هنعمل فقره خاصه أكيد ونسمع منهم اكتر. أكيد يعني الحقيقه كمان برضو من الحاجات الجميله اللي شفناها في التقرير ده، ان احنا نشوف الفنان احمد فرحات اللي برضو كان لطيف جدا من ان هو يكون موجود ويدعم اللعيبه. طبعا ده كان طفل السينما المصريه المعجزه في وقت من الاوقات. طبعا كان ضيف معانا على فكره برضو هنا في 10 الصبح في الاهلي يمكن من سنه، انا فاكره هو نورنا واتكلمنا بقى في الذكريات وكل حاجه، هو لسه شكله والله يعني ما شاء الله عليه. ما شاء الله.